نتحدث أكثر عن هذه الأرقام مع ضيفتنا عبر الهاتف دكتورة هدى بدران من القاهرة، رئيسة الاتحاد النسائي العربي العام. مساء الخير، أهلا بك معنا. ما العوامل والظروف التي تحدد هذه الأرقام؟ يعني ثقافة البلد، تقاليد هذا البلد، قانون هذا البلد، كيفية تعاطي المغتصبة مع هكذا حوادث، أعداد سكان بلد ما. تفضلي دكتورة هدى. طبعا في عوامل كثيرة بتشجع على هذا العنف الذي، وطبعا هناك أنواع من العنف بدرجة مختلفة من الشدة اللي بتصل أقصاها إلى الاغتصاب، وأحيانا يصاحب الاغتصاب القتل العمد، وأحيانا الاغتصاب المصيبة لما يبقى اغتصاب طفلة صغيرة، يعني تسر الأمر. إحنا عندنا بعض الحالات وفي دول أخرى أيضا إن اغتصاب للأطفال عندها 4 سنين و5 سنوات و6 سنوات، على الأقل الست الناضجة البالغة تقدر في بعض الأحيان تدافع عن نفسها، لكن هي المصيبة لما يحصل للأطفال. هي الحاجة الإيجابية كمان إن الكلام ده كان مسكوت عنه إلى زمن قريب، يعني إحنا السنتين اللي فاتت والسنة اللي فاتت بالذات الانفجار اللي حصل، إن في كل بلاد العالم حصل في نوع من التضامن بين السيدات وبعضها، ويعني تشجعنا واتخذنا قرار إن هم يصفحنا عن العنف اللي حصل وعلى الاغتصاب. نعم. وعلى التحرش، ده شيء إيجابي جدا. طيب موضوع يعني صحيح، هذه الحملات بدأت بهوليوود، كمان بالبلدان العربية انتقلت هاشتاج ميتو. أنا أيضا كانت بمثابة ثورة يعني ضد أي إيذاء جنسي. 35% من نساء العالم تعرضن للعنف الجنسي، ماذا يعني هذا الرقم، هذه النسبة مقارنة بسنوات سابقة؟ شوفي، هي يعني انا بعتقد ان لو انا خدت مصر على سبيل المثال، يعني التحرش قل نوعا ما في السنتين الاخيرتين. ليه؟ لان بقى في قانون يجرم هذا التحرش، قبل كده ما كانش في قانون. طبعا انا بقول القانون لا يزال غير رادع، ويجب ان تكون العقوبه اقوى، لكن على الاقل يعني افضل من السابق. طبعا. بعدين انا عايز اقول لحضرتك، يعني هو ليه العمليه عالميه ما هياش موجوده في بلد واحد؟ لان في يعني صعوبه وفي مشكله في علاقه الرجل بجسد المراه. يعني الثقافه عاده، وده كلام نابع من الدين، ان حواء هي اللي خلت ادم ينزل من الجنه على الارض لان هي عروته بجسدها. فهذا الجسد، جسد المرأة، يشكل غواية للرجل ويشكل يعني نسبة جنسية. نعم، المشكلة بطريقة التفكير وبالرجل الذي يقوم بهذا. طبعاً يعني لا، نحن لا نعمم دكتورة هدى، أكثر منه مشكلة ب طبعاً كل عوامل، بس أكثر منه مشكلة بردع وبقانون وبصمت المرأة أو بحكي عن الموضوع. صحيح، يمكن يعني بحكي أكثر ترشي انطلاقا من الدول، يمكن كثير يستغربون بأنه نتحدث عن السويد، نتحدث عن أمريكا، نتحدث عن دول عديدة، ربما لا أعرف لماذا، بس للوهلة الأولى نستغرب وجود هذا العدد فيها، مع أنه يعني أسباب الاستغراب ربما بأنه في تصالح وانفتاح أكثر جنسيا ببلدان كهذا. يعني هذا يجعلنا نسأل لماذا دائما نتحدث عن حالات كثيرة. في ثقافة ذكورية تجعل جسد المرأة مصدر رواية ومصدر كره في الوقت، لأن هو اللي نزل زي ما بقول آدم من الجنة، فبيبقى في عنف تجاه هذا الجسد اللي فيه كل هذه الرواية التي أفسدت على الإنسان إنه يبقى عايش في الجنة. ففي ثقافة ذكورية ضد جسد المرأة. هذا القانون زي ما بقول، إذا القانون غير راضح، عدم الرضع بيشجع الرجاله ان هم يقوموا بهذا الفعل. صح. وبعدين في كمان ظروف خاصه لكل امراه بيعتدى عليها،
يعني في الاماكن مثلا ما فيش مشاة، ما فيش بنات ماشيين على رجليهم في الشارع، ما حدش هيعدين عليهم. الاماكن اللي كل الناس تركب عربيات واماكن راقيه بيقل فيها التحرش اللي في الشارع. الحتت اللي زي ايه بس السلم يعني كمان مش اللي حل بتبقى البنت ما زحمه، تمشي بالشارع كرمال ما تتعرض للاغتصاب، ومش بإيد كل حدا يسكن بشارع راقي كرمال ما يتعرض للتحرش. ما طبعا، بس انا بقول ان بيختلف الحالات، مش كل حالات الاغتصاب بتحصل مع كل الستات زي بعضهم. في طبعا يعني الاشد خطوره كمان لما بيبقى حالات التحرش والاغتصاب بتبقى داخل اماكن العمل، بتبقى نعم الست تحت ضغط من رئيسها، وبيبقى نوع من لو ما كانتش تستجيب الى التحرش بيها انه يحرمها من الترقيه، انه نعم يضطهدها في المرتب، فبتبقى ساعتها هي بتختار الترقية أو التجاوب. طبعا طبعا بتختار تحت هذا الضغط، ومحدش عارف ظروفها ايه. هي قد تكون هي مسؤوله عن اسرتها كمان، بتعرض نفسها لو هي رفضت التصدي، نعم لو هي تصدت لهذا ممكن هيعود عليها بضرر بالغ. المصيبه اللي اكبر كمان لما يبقى داخل الاسره نفسها. احنا ده في حالات مش في مصر ولا في الدول صحيح، في العربيه الواحده. درجات تختلف فيها ونصبح يعني كله مرض، بس مرض أقوى خاصة إذا ما وصلنا لصفاح القربة وما تتحدثين عنه. أنا أشكرك جزيلا من القاهرة دكتور هدى بدران رئيسة الاتحاد النسائي العربي العام، شكرا.